بونجور لوكال. هلا رح نشوف السوليسيون تبع الكنترول توز بالدوزاج مع الشرح تبعك، كمان يا ديفوار. كالعادة ديفوارنا قدامنا، الاكزرسيس قدامنا، عم نصلح شو معي صح شو معي غلط. بارتيات الغلط برجع بحلها بايدي، انتبهوا ما تعتمدوا على الفيديوهات، بدي حل كل شي بايدي تأضمن انه انا بعرف حل بهذا الدرس. حنبلش بالبداية كالعادة بتلخيص الدونيه. هيدي الدونيه كانت قدامنا، رياكسيون عطينا اياها سي اش 3 او اش مع اش 3 بليس مع سي ال 1، تعطينا سي اش 3 سي ال مع دي اش 2. حطينا في 80 ملي سي اش 3 سي ال سي 1 دوفر بالسينك. كالعادة انا على طول عم جيب الان انيسيال، انا شو ما كان بدي استعملها. ان انيسيال سي اش 3 او اش بنيها سي 1 فوا في 1 بتطلع 0 فيرجول 2. حطينا في 2 100 ملي اش سي ال سي 2 هي 3 فيرجول 7. نمبر دي مول اش 3 بليس اللي هي زيتا اش بليس قد النمبر دي مول اش سي ال سي 2 فوا في 2 بتطلع 0.37 مول. وزدنا فوليم مي 20 مليتر، شلنا منهم فوليم 20 مليتر حطيناهم بأو جلاسي. نحن شارحين بالكور انه الميات ما بحسبها، ليش؟ لانه انا بدي الكونسنتراسيون اش 3 بليس هون ب 20، ما بدي الكونسنتراسيون اش 3 بليس بعد ما حطيت لها مي، بدي اياها قبل هي بالرياكسيون. قدي عملنا دوزاج اش 3 بليس بسوليسيون ان او اش سي في ايجال 1.4 مول لتر وانزان، وعطينا الايكواسيون دو دوزاج كالعاده. الايكواسيون دو دوزاج بنعزلها على جنب، وكمان بدي يكون عم فكر اش 3 او بليس اللي عم بعمل لها دوزاج هي رياكتيف هون، يعني هي بالنسبه لهي الرياكسيون اش 3 او بليس ريستون. يعني نحن هون بدنا نكتب كمان انه الاش 3 او بليس دوزي سي اش 3 او بليس ريستون. حنبلش باول بارتي، كالكولي لي كونسنتراسيون انيسيال سي اش 3 او اش اي اش 3 او بليس. بدي الكونسنتراسيون انيسيال لكل واحد، طبعا انيسيال بالنسبه للرياكسيون بس هي بالنسبه للديليسيون فينال. هون ليش معادها 2.5؟ لانه زدت لها 100 اش سي ال، 100 بعتبرهم كانهم مي. هذا الموضوع صار كتير مشروح باكثر من 10 مرات، هون زدت لهم مي، فاذا هاي الكونسنتراسيون بدها تقل لانه 80 مللتر عم زد لها 120 مي، عم نشتغل ديليسيون عادي. الجواب كالعادة ديران لي ميلانج إليا ديليسيون لي نومبر دي مول دي سوليتي أبورتي كونسيرفي، هون ما فيها أكيد. N0 إيجال N فينال سي 0 في 0 إيجال سي فينال في فينال. كونسنتراسيون سي اش 3 و اش إنيسيال سي قبل الميلانج سي إنيسيال 2.5، ال V قبل الميلانج 80 على ال V فينال يلي هي 80 و 20 100 و 100 200، يعني على 200 يطلع الجواب 1 مول لتر ماس. نفس الشيء اش 3 او بليس انيسيال هي سي 2 في 2 على في فينال 3.7 ضرب 100 على 200 1.85 مول لتر موز. عندي اللي في دي لو فروات سيو لا سينيتيك دي سيت رياكسيون، شو ليش بنحطهم بالماي نتلج؟ اتفقنا انه انا بدي اعمل دوزاج 3 او بليس بهالوقت، ما بدي اياه يكون عم بيزي عم ينقص عفوا لانه هو رياكتيف، انا عم بعمل دوزاج، عشان هيك بحطهم بمي ثلجي تنوقف هاي الرياكسيون. لو غلاسي بيرمي داريتي توت رياكسيون اوتر كيل دوزاج، بدي شدد بدي نقول توت رياكسيون اوتر كيل دوزاج، او بده يتحدد لا رياكسيون بين انتر سي اش 3 او اش اي اش 3 او بلس. بدنا نبين انه الدوزاج اكيد ما وقفت لانه رياكسيون رابيد وانستانتاني. فيريفي لا رياكسيون سويفونت كونسنتراسيون اش 3 او بلس ايغال 0.07 في بي، ساشون كي اش 3 او بلس اكسبريمي ان مول لتر موانز ان et VB est le volume expédé à l'équivalence en millilitres. عم نحكي عن دوزاج كالعادة، مثل ما عم عيد دايما ما بفكر بالدوزاج بنعمل كالكول واحد. à l'équivalence N للاش 3 بلس انيسيال على 1 يلي هي الكوفيسيون 1 égal N للاش او موان اجوتي بار لا بيريت، طبعا على 1 لانه هيدي الايكواسيون دوزاج 1. محل N بنحط كونسنتراسيون فو في، محل ان اجوتي سي فور في. هون ببلش فكر شو بدهم، بدهم الاشرو بليس بالنسبة للفي، هيدا الاشرو بليس وهيدا الفي. الفوليوم اشرو بليس معنى اياها اي لا كويني بان، السي بي معنى اياها اي 1.4. طالما الفي بي طلبوها هون بالملي لتر مشان هيك بتركبها، معناتها الاشرو بليس هي سي بي 1.4 فوا في بي على الفوليوم الاشرو بليس يلي هي 20 ملي لتر. هيك بتكون خلصت الريلاسيون. هون نحن حنشوف
بارتي اللي بعدها بدهم الفوليوم على الاكيفالونس على لا فان دي رياكسيون. على لا فان دي اي رياكسيون، طبعا مش الدوزاج، بنهايه هيدي رياكسيون. بالدوزاج اتفقنا، برهنا انه الاشترو او بلس هي 0.07 فيلي. هيدي اي اشترو او بلس؟ هيدي الاشترو او بلس ريستو. من الاول اتفقنا ان الاشترو او بلس اللي عم بعمل لها دوزاج هي الاشترو او بلس اللي فضلت بهالرياكسيون. معناتها تجيب الفيبي باخر رياكسيون لازم جيب الاشترو او بلس اللي بتفضل باخر الرياكسيون. هل هي زيرو او هي منها زيرو؟ اذا هو رياكتيف ليميتان لازم تطلع زيرو، اذا هو منه رياكتيف ليميتان بده يفضل منها، بده يشوف قد يفضل. فاذا بالبدايه لازم يجيب الرياكتيف ليميتان. على العموم انتم معودين انه فان دي رياكسيون دائما بتلفت لي نظري على الرياكتيف ليميتان. جبنا رابور سي اش 3 او اش، هي عندنا سي اش 3 او اش انيسيال على 1 معنى اياها 0.2. جبنا رابور الاشرو بلس، هي ان الاشرو بلس انيسيال على 1 0.35. رابور سي اش 3 او اش اصغر من رابور الاشرو بلس، معناتها سي اش 3 او اش له رياكتيف ليميت. عملنا على فان دي لا رياكسيون ان الاش 3 او بلس رياجي ايجال ان لا سي اش 3 او اش انيسيال هي 0.2. اكيد طالما سي اش 3 او اش ليميتان معناتها الاشرو بلس مانا صفر، بدي اشوف قد ايه فضل فيها. رياكتيف ليميتان بنحط انيسيال والتاني رياجي بتطلع 0.2. جبنا الاشرو بلس ريستان، هي الانيسيال موا رياجي، الانيسيال معناها 0.37 والرياجي 0.2 بيطلع 0.7. بدنا نجيبها كونسنتراسيون. باكد اذا بدي اشتغل على الان بدي اقسمها على 10، يعني اذا هذه 0.7 بدي اقول لهم ال 200 0.17، ال 20 0.017، او بجيب الكونسنتراسيون بقسم ال ان على في لا سوليسيون بتطلع 0.85. عم تلاحظوا كل شيء رابور ستوكيوميتريك. جبت كونسنتراسيون اشرو بلس ب 200 يلي هي الكونسنتراسيون نفسها ب 20 كونسنتراسيون دوزي. في بي اكيفالونس بتساوي 0.85 كما شفناها اشرو بلس على 0.07 بتطلع 12.1 مليليتر، انه هاي الريلاسيون الفي بي بالمليليتر. بارتي اللي بعدها تراسي لا كور كي ريبريزونت لا فارياسيون دي اش 3 بلس ان فونكسيون دي تو. حنشوف الكور، هيدا الكور ما ننسى فوق كونسنتراسيون اش 3 بلس مول لتر مانزا هون تي ان مينيت. على الاختين على الاكس فيرتيكال كل سنتيمتر 0.12، بقسم الرقم على 0.12 بيطلع كم سنتي. عندكم فيديو خاص لرسم الكورب إذا حدا عنده مشكل فيه، ونعد كمربع ونرسم هيدا الجراف. أكيد فيكم توقفوا وتقارنوا مع الجراف تبعتكم تشوفوا إذا صح أو غلط، تقارنوا 3 أو 4 نقط كم مربع، وأنتوا عندكم على البابير مليمتري كم مربع. هيدا بالنسبة للكورب. ديترميني لو طون دي رياكسيون. بارتيلي أكتر شي عم تعملكم مشاكل إذا أنا راسم رياكتيف أونكسي. طلبوا رياكتيف تاني. اول شيء ثابتين دائما هو تعريف تي ان دمي والكالكيول تبع الرياكتيف ليميت. لي طون دي دمي رياكسيون سي لي طون او بو ديكيل لا مواتيه دو رياكتيف ليميتون اي كونسومي. تي ان دمي هو الطون اللي بخلاله نص الرياكتيف ليميتون بده يروح. مين الرياكتيف ليميتون؟ سي اش 3 او اش. ان ل سي اش 3 او اش على تي ان دمي هي ان ل سي اش 3 او اش انيسيال سيور دو 0.1. لحديت هون ما لازم يكون في مشكل، هذا كور نص الرياكتيف ليميتون بيروح، رياكتيف ليميتون قسمته على 2. طب بس انا عندي مشكله، انت جيب التي ماني راسم سي اش 3 او اش مثل ما شفنا، نحن راسمين الاش 3 او بلس، تبدي الاش 3 او بلس. الموضوع هون صار بسيط لانه انا بعرف انه اذا اعطوني واحد بدي الثاني. بدي اعمل رابور بين سي اش 3 او اش والاش 3 او بلس تشوف الاش 3 او بلس قد ايه صار. ان الاش 3 او بلس رياجي ايجال ان لسي اش 3 او اش رياجي يلي هي الرياجي نصها 0.1 مثل ما انا متفقين على تي ان دمي رياكتيف ليميتون بيروح نصه بفضل نصه، فضل 0.1 وراح 0.1. هيدي الاشترو او بلس رياجي. بدي اجيب الاشترو او بلس ريستون هي انيسيال موان رياجي بتطلع 0.27. تتصير كونسنتراسيون الاشترو او بلس نقسم ال ان 0.27 على 0.2 بده يطلع الجواب 1.35. معناتها الاشترو او بلس على تي ان دمي هي 1.35. خطوة أول شيء تعريف تي عند مي ورياكتيف ليميتون نصه، خطوة أولى. خطوة تانية بدنا نعمل رابور بين ليميتون واللي أنا رسمه تشوف قد فضل من اللي أنا رسمه، خطوة تانية بعدين بنجيب تي عند مي.
هلا في ناس عم يسالوا اسئله انه عم بيقولوا لي انه اوكي ما هيدا صار 0.85، يعني على التي ان دي مي بصير 0.85. اكيد مش مزبوط، لانه هيدا الاتش 2 او بلس باول رياكسيون مثل ما كنتم شايفين هون باول بارتي 1.85 صار 0.85 باخر رياكسيون. طيب بنص الرياكسيون قد ايه بيكون صار؟ ما بيكون صار اقل من الفاضي رياكسيون. اذا بدكم بنص الرياكسيون هذه اكيد قليل اللي بيتبعوها، بس لازم تفهموها انه هو اذا كان 1.85 صار 0.85 بيكون راح منه 1.85 موان 0.85، يعني راح منه واحد. معناتها على التي ان دي مي بيكون راح منه نص، بيكون فضل الانيسيال 1.085 موان 0.5 يطلع الجواب 1.35. فاذا بالمنطق اكيد الطريقه اللي بتقول بقسم الفينال على 2 مش مضبوطه. اذا بالاول كان 1.85 وبالاخر صار 0.85، ما معقول بنص الرياكسيون يصير 0.4 اقل من الاخر. طبعا بنص الرياكسيون راح يكون بين بالنص بين ال 1.85 وال 0.85. فالطريقة اللي انا عملتها قلت له انه باخر رياكسيون راح واحد، بنص الرياكسيون راح نص، كمان بدي اصحح للسجون. حنشوف الجراف تنشوف كيف جبنا التي ان دي مي على الجراف، يعني بعد عنده مشكل بالموضوع. تنجيب التي ان دي مي نحن، اول شيء المبدأ بدنا نستعمله كل سنتيمتر هي 0.12. تي ان دي مي هي قد ايه؟ بدنا نشوف هي 1.35 شفناها. بدي اعرف كم سنتي. ال 1.35 كم سنتيمتر؟ بتطلع 11.2 سنتيمتر. فاذا بالبدايه بدي اعرف وين هي؟ دايما المبدا بقسم الفالور على الاشياء، بيطلع 11.2 سنتيمتر. بنعد مربع 2 3 4 6 8 10 11.2، هيدي 1.35 منطق لانه هيدي 1.35. بنشوفها، بناخد خط من ال 1.35 على الكورب وبنرجع بننزل لتحت. اوكي، هيدي هي التي ان دي مي. بس تنجيب التي ان دي مي بدنا ننقلها هون 245. شو عرفني انه هي 245؟ ما مشكلة، هيدي النقطة أنا بعرف كم مربع هي. مربع يعني سنت 2 3 4.9، معناتها هيدي النقطة هي 4.9 سنتيمتر. هون كل سنتيمتر 50، 4.9 قد ايه بيطلع الفالور؟ بدي اضرب 4.9 ضرب 50 بيطلع الجواب 245. طبعا محل بتحسوا في اعادة وقفوا الفيديو رجعوا عيدوا، هيدي ما بدنا اخطاء فيها، منا مشكلة. المبدأ انه انا اذا معي الفالور بشوف كم مربع وبحطه. اوكي، هيدي الفكرة. اذا معي كم مربع شوف قد الفالور وبنقله. هيدا المبدا دايما عم يعتمد على الراجل اللي تروى هيني جدا ما بدها شيء. تقدم 245 برجع نقلها على الورقه الاساسيه، هيدي هي 245 بدنا نقلها على الجراف وعلى ورقه الاجوبه. اخر سؤالين، اون سي ريفيرونس سور الجراف جيستيفي كومون فاري لا فيتيس دي لا رياكسيون او كور. نحن عم نرتكز على الجراف، بدنا نبين كيف تتغير الفيتيس مع الوقت. حنرجع على الجراف، هيدي هي الجراف، حنشيل هيدول اكيد. شو بدنا نعمل بهالحالة هيدي؟ اول خطوة لازم نعمل نحنا 3 تانجنت بشكل عشوائي. هيدا اول تانجنت تقريبا، هيدي ما حيزبط 100% اكيد، بس انه العنوان تبعكم مسطرة لا ما مسطرة. وهيدا تالت تانجنت. بدي يبين معي انه الاوبوزي للبانت للتانجنت ديميني الور لا فيتيس ديميني. دايما كورب عم بيبعد عن الاجريك يعني الفيتيس عم بتقل. لما نكون عم بعد عن الاجريك الفيتيس بكون عم بتقل. كشيمي فينا نعتمد على هالطريقه، بس هي كمات مش كتير دقيقه. برجع بحب كرر، معناتها بدنا نعمل 3 تانجنت على الكورب. بالاجابه اول شيء لازم يتعرف الفيتيس في طبعا اشاك انستانتاني دي. انا راسم كونسنتراسيون يعني هون كونسنتراسيون. اذا في مشكل كمان في فيديو عم اشرحهم مع ملخص ترجعوا تدرسوه مظبوط للمسابقه الكبيره. دي كونسنتراسيون اشرو بليس على دي، بس لانه رياكتيف موان دي. جرافيكمون سي لوبوزي دي لا بونت دي لا تانجونت ا لا كورب اكس هون او بوان دابسيستي. اول شيء تعريف الفيتيس انستانتاني، انه هنش قصدهم اشاك انستانت كومون فاري فيتيس. موان دي كونسنتراسيون على دي تي بالصورة هي الأوبوزي للبونت للتانجونت. الأوبوزي دي لا بونت دي لا تانجونت ديميني ألور لا فيتيس ديميني.
اوبوزي لبوان 13 عم تنقص، يعني الفيتاس عم تنقص، انتوا بتعرفوا انه تقريبا على طول عم تطلع الفيتاس عم تنقص. ليش؟ شرحناها بدرس الفاكتور سي دي، لانه الكونسنتراسيون للرياكتيف عم بتقل مع الوقت. اي مشكله بالموضوع بترجعوا لفيديو الكور بتدرسوه مظبوط. تراسي لليو دي لا كور ان لا سي اش 3 سي ال ان باس ايجال اف دي تي او هون ريسك كون جي دي تي ان باسون بار 3 بوان تي 0 تي 550 150 تي 400. معناتها انا بدي اجيب السي اش 3 سي ال على 3 نقط. موضوع صعب؟ لا، هو رابور ستوكيومتريك بدي اعمله 3 مرات على 0 950 400 من مين؟ لاش 3 او بلس، لانه هن عمليا عاطينا لاش 3 او بلس. بسيط جدا، نعمل رابور بين السي اش 3 سي ال والاش 3 او بيس اللي بالتابلو، يلي هي صرنا بنعرف انه الموجوده بالتابلو ما حطوا شيء، يعني هي بتكون ريست. تي ايجال 0 سي اش 3 سي ال هو صفر لانه هو برودوي. تي ايجال 150 حسب التابلو الاش 3 او بيس هي 1.50 هي 1 مول لتر موانزا نمبر دي مول لسي اش 3 سي ال فورمي قد الاش 3 او بيس رياجي. سي اش 3 سي ال فورمي قد الاش 3 او بيس رياجي اللي هي انيسيال ملاكوينيست 0.35 موان ان ريستون. كيف جبت الان ريستون؟ ضربت الكونسنتراسيون 1.51 فوا فوليوم لا سوليسيون يلي هي 0.2 بيطلع الجواب 0.068 مول. عطي ايجال 450 ان لسي اش 3 سي ال فورمي قد الان لاش 3 بيس رياجي. نفس الشيء انيسيال 0.35 موان ان ريستون يلي هي الكونسنتراسيون 1.15 جبناها من التابلو فيكم تأكدوا منها على 450 هي 1.15 ضرب الفوليوم للسوليسيون اللي هي جمعهم تطلع 0.14. ثلاث نقط صاروا موجودين، ثلاث نقط صاروا موجودين، حنشوفهم على الجراف، نحطهم على جراف نوصلهم ببعض. حنشوف الجراف قدامنا، حنشوف الجراف قدامنا. هيدي نمبر دي مول سي اش 3 سي ال وهيدي تي، حطيت نقطة تنتين ثلاثة بوصلهم ببعضهم. هيدا الالوير للكورب كمان نفس الشيء، ببين الكورب عم بيبعد عن الاجري الفيتاس عم بيبعد. موافقين جميعا؟